انا متاكد انه مسؤولي وزاره الرياضه يسمع فيك تو، خاصه طارق ذياب، انا متاكد انه يسمع فيك تو. ماذا تقول لطارق ذياب الان؟ الصدمة والذعر من الزلزال ما نساوش ضحيتنا باش يهز تليفوناته قبل مغادرة الاستوديو. أثناء الرجة الثانية طلبنا من خالد حسني أنه يمثل دور الضحية باش نشوفوا ردة فعل صديق المخ كي يخرج من استوديو. مختار كليلي عند اكتشاف الاضرار اللي خلفها الزلزال في المقر الجديد الموزايك حاول يطمئن على عائلته بما انه مقر سكناه موجود زاده بالضاحيه الشماليه. هنا تهزت بحد المعرض والله العظيم، وحتى خبوا في الموزايك خبوا. ما انت ما تسمع في الموزايك انت. خالد حسني هو اللي اختار تو طايح ومذهوب. خالد انا في الموزايك في في في, في الكم في استوديو جديد. هذا باهي 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 باهي
لا سبحانه مال لا سبحانه مال سبحانه مال لا خالد خالد هكا انت خالد تعملها فيا خالد شو انا هي تنزل طبعا ليش تعبت هي تنزل عملت ليش طيحتني انت علاه ما حبش تكلمني عليها على خاطر كلمتها ليش حتى انا هادي الدنيا هادي قلبي الهادي الباب باش سكتوه ما حبش يتحل باش سكتوه الباب ما حبش يتحل هذا كلام بنتي شكون هذا دوميسيل مختار تبو فيه وي كاميرا كاشي يا سهاء كاميرا كاشي معز بالغربية يا سهاء وخالد حسني كلهم كومبليس كومبليس امبليكي والبنات المتحجبات واللي مش متحجبات والمعد وشاف سيرفيس وكلهم ضدي طلعوا كل نتقابلوا غدوة مع حلقة جديدة وضيوف جدد للزلزال.